نحن ممنوعون من السفر أو التحليق بالطائرات فوق منزل ليونيل ميسي، وهذا الأمر ليس مطبقاً إلا هنا فقط. قال أحد الطيارين هذه الجملة التي فجرت جدلاً كبيراً في إسبانيا بين مؤيد ومعارض، وعلى خلفية هذا الجدل القائم استطاع لاعب الكرة الإسباني لويس سواريز هو الآخر أن يتمتع بنفس الامتيازات الاستثنائية التي يتمتع بها ليونيل ميسي، حيث استطاع لويس سواريز أن يبني لعائلته منزلاً جميلاً في نفس الضاحية التي يعيش فيها ليونيل ميسي مع عائلته، فمبروك للعائلتين. ولكننا لم نعرف حتى الآن لماذا تم منع الطائرات من التحليق فوق منزلي هذين اللاعبين بالتحديد. يقال أن منزل كل من ميسي وسواريز لديهما شيء مشترك في مدينة باريس والعاصمة واشنطن، حيث تقع هذه الأماكن كلها في مناطق ممنوع التحليق فوقها. هذا هو القانون، وهذه هي الجملة التي قالها المدير التنفيذي لشركة الطيران الإسبانية فويلينغ، والذي كان عليه أن يفسر للناس سبب هذا الاستثناء والتمييز. فهل يستطيع اللاعب ليونيل ميسي وصديقه سواريز أن يستخدما شهرتهما في تغيير القانون الإسباني؟ بالطبع لا يمكنهم ذلك، لأن هذا القانون والاستثناء يخضع لقانون عالمي خاص بحماية البيئة، حيث يعيش ميسي وسواريز في منزليهما في منطقة محمية منذ وقت طويل، حيث يقال أن الضوضاء الكبيرة والإزعاج الذي تسببه الطائرات لها بالغ الأثر السلبي على الحياة البرية الموجودة هناك في هذه المنطقة، ولهذا يحظر على الطائرات أن تتوجه مباشرة للتحليق فوق البحر بعد الإقلاع مباشرة، فينبغي عليها أن تطير بمحاذاة الشاطئ أولاً. ولهذا فقد كان من حظ ميسي وسواريز أن يعيشا في أهدأ مكان على وجه الأرض، وهي أخبار سارة بالطبع لأطفال اللاعبين، لكن مثل هذه التصريحات قد سببت جلبة وسوء فهم كبير في إسبانيا، حتى أن الوضع اضطر بعض القائمين على شركة الطيران فيولينغ أن يقدم تفسيرا وتوضيحا للشعب، حيث صرح المدير التنفيذي أن الأمر كله كان نتيجة سوء فهم لسياق الحديث، وأن الشركة لم تكن تنوي أبداً أن تدرج اسم ليونيل ميسي في هذا الحديث. كما يبدو أن ميسي لا يتمتع بالقوة الكافية لتغيير القانون، إلا أنه يمتلك المال الكافي لشراء منزل كبير في منطقة من أكثر المناطق هدوءاً في العالم، فلدى ميسي ما يكفي من المال ليشتري السلام والهدوء والاستقرار. وقد علق أحد اللاعبين في فريقه بشكل طريف عن ذلك الأمر قائلاً: حينما اشترى ليونيل ميسي منزله كان الأمر مزعجاً بالنسبة لجيرانه، ولهذا كان عليه أن يشتري منازلهم كلها لكي يعود الحي هادئاً، حيث بلغ سعر هذا السلام والهدوء النفسي حوالي 1,200,000 دولار، حيث يبدو السعر خيالياً بالنسبة إليكم، لكن سيكون السعر معقولاً بالنسبة إليك إذا كنت تدعى ليونيل ميسي أو لويس سواريز.